قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الحبل بلا دنس. وقد أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب فرح عجزين كاهن رعية اللاتين فرميمين، وكذلك مع الدكتور جلال فاخوري، كما شاركت في الحلقة مندوبة نور سعد في بيت لحم الزميلة مرلين الحدوي. فإلى هناك، كل عام وأنتم بخير. أكيد أبونا وأكيد دكتورة باسمة يسعد صباحكم، صباحكم نور، يعني أكيد موجود في كل بيت، والحلو فيه أنكم دائما بتعطوا الأمل للناس من صباحكم نور. حبيبتي شكرا كثير لكم، وأنتي مثل ما خبرتيني أنه البرنامج كثير متابع في الأراضي المقدسة، متابع كمان مشاهدة جدا رائع بعفويته. نعم. جماله بعفويته جدا رائع، ومزيد من التقدم والنجاح أكيد إن شاء الله. يعني الله يعطيكم العافية كمان على اللي بتقوموا فيه. هلا أنتوا عندكم عافية. كمان ضغط في موسم الميلاد، وخاصة أنت من بيت لحم، يعني من مدينة الميلاد، مدينة بيت لحم ميلاد يسوع المسيح. شكرا على نقلكم المباشر لاحتفال إضاءة الشجرة، كان جدا رائع. ولكن كيف الأجواء الميلادية؟ خبرينا يا يعني بصراحة، احنا مثل ما خبرتينا انه هي تختلف عن كل عام، خاصة بوجود جائحة كورونا. المزبوط، يعني هذيك السنة ما كان في هالاحتفالات، ما في هالكم، كان في كتير حد من الحضور لإضاءة الشجرة. ومثل ما بتعرفوا انه بيت لحم هي موقع ميلاد السيد المسيح له المجد، فكل انظار العالم متوجهة لمغارة الميلاد. إضاءة الشجرة كان رائع جدا السنة، في تنسيق، في تعب كتير متعوب عليه كتير برغم من جائحة كورونا، لكن السواح السائحين اللي كانوا كلياتهم حاجزين انهم يجوا لمنطقة بيت لحم للأسف ما اجوا، يعني بسبب الظروف والتطورات الجديدة. نعم. عندكم حالات كورونا كثيره؟ اكيد في حالات كورونا، لكن التطعيم موضوع حد، التطعيم حد. نعم. اكيد، يعني في ناس ماخذين الجرعتين وهلا بيستنوا في الجرعه الثالثه. التطعيم حد من انتشاره، يعني فانا بنصح من الكل ياخذ، الكل ياخذ اكيد، يعني حتى التنقل. يعني انا لما اجيت من بيت لحم لهون، يعني في اجراءات كثيره مشدده، لكن هو لصالح العام، لمصلحتي. نعم. لمصلحتكم، لصالح العام. نعم. بيت لحم مثل ما بتعرفوا انه هي مركز الميلاد، نجمة الميلاد، مولد يسوع الطفل. من بيت لحم في رسالة للعالم كلها، رسالة محبة، رسالة سلام، رسالة تآخي. يعني اللي كانوا في الساحة باب الدير أثناء إضاءة الشجرة مثل ما شفتوا، كلنا مجتمعين إخوة إسلام ومسيحية، كلنا إيد واحدة. رائع جدا الاحتفال، الإضاءة كانت رائعة جدا، الناس شعرت شوي انه في تفاؤل. نعم. في تفاؤل. نعم. شوي إن شاء الله، لكن احنا نتأمل انه تستمر مثل ما نحن هلا عايشين في، يعني ما يصير شيء اكثر. نعم. من هيك. انت قلتي لنا انه في اجراءات هلا جديده طلعت، انه ممنوع الاحتفالات، ممنوع الفنادق كمان. هلا الفنادق، الفنادق طبعا بعد ما انكتب على كل فندق ان نحن جاهزين لاستقبال الضيوف وال. نعم. والسواح والسائحين، لكن للاسف اخر فتره، اخر اسبوع تم إلغاء كل الحجزات في الفنادق، فنحن بنتأمل. نعم. نتأمل إنه جائحة كورونا على الأقل يعني إنه تخف، مش راح تروح طوالي، راح تخف، لكن لازم يكون عند الإنسان وعي أكثر. الوضع كيف عند الناس الاقتصادي؟ الوضع مرين. الاقتصادي وين ما كان سيء. نعم. لكن الإنسان بده دائما يتفائل، يعني صار عندنا بازارات. نعم. صار في عندنا سوق ميلاد. ميلاد. نعم. عندنا السوق الميلادي أيضا على صفحتنا. كتير حلوة. في إقبال. يعطيك العافية، أنت بتقرير كان حلو. لكن الإقبال مش زي كل سنة. نعم. مش يعني الكورونا حدت شوي. نعم. لكن الحمد لله، بنحكي الحمد لله اللي نحن عايشين فيه، الوضع اللي نحن عايشين فيه. وأكيد هلأ في قداس منتصف الليل رح تنقلوا إن شاء الله، أكيد يعني لكل العالم رح يكون. نعم. رح تواكبوا، لأنه نحن بننتظر بهاللحظة بلحظة بلحظة يعني. نعم. أبونا صباحك نور مرة جديدة، وكل عام أنت بخير في هذا الزمن المقدس، زمن المجيء، واللي أيضا كمان بيصادف 8 شهر عيد الحبل بلا دنس. فحبينا إحنا نعمل حلقة خاصة عن هذا العيد ومميزاته، ونحكي شوي للمشاهدين والمتابعين ما معنى الحبل بلا دنس، ولماذا يعني وضعت هذه العقيدة في سنة 1854. يعني إيش حديثا يعني هذا العيد تم إقراره من الكنيسة. فلك الميكروفون ولك المشاهدين بكل أذان صاغية، تفضل أبونا. شكرا. ما في شك على أنه هذا العيد
هو من بين الامتيازات اللي مريم العذراء قالت ابن القديس صنع بعظائم. نعم. هاي من بين العظائم اللي يسوع المسيح صنعها بأمه مريم العذراء، ولماذا لا؟ فهي تستحق كل هذا هذه الامتيازات، لأنه هو اللي اختار أمه وبإمكانه أن يصون أن يجعلها مثل ما يريد. فبنتحدث عن عيد الحبل بلا جنس ونقول جاء الملاك جبرائيل للسيدة مريم العذراء يوم البشارة وقال لها السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. وقال الكاتب المسيحي أوريجينوس معلقا على هذا السلام الفريد الذي لم يحظى به حتى الرسل، لا أذكر أني قرأت هذه العبارة في أي مكان آخر من الكتب المقدسة، إنها سلام يقتصر على مريم دون سواها. وقد استعملت هذه العبارة ممتلئة النعمة بمثابة اسم علم للعذراء، أنها الممتلئة النعمة وليس المنعم عليها كما يدعي بعض المسيحيين. يقول توما الأكويني منحت العذراء الطباوية مريم من النعمة امتلاء كان لابد منه لتكون الخليقة الأقرب من صاحب النعمة ومبدعها، ولأنها كان عليها أن تتقبل في ذاتها الممتلئ من كل نعمة. وعليه فإن عبارة ممتلئ النعمة هي الأساس الثابت لإعلان هذا الامتياز المريمي الحبل بها بلا جنس الخطيئة الأصلية. وصفت السيدة العذراء بنجمة الصبح. نعم. ونجمة الصبح معروف عنها دائما من النقاء والصفاء، ما هو يعني مثل، يعني يضرب مثل. نعم. وورد في الدعوات. نعم. بدي أقول شغلة. تفضل. لو لم تكن العذراء حبل بها بلا جنس لما اختارها الله أن تكون من بين النساء. نعم. لماذا اختارها السيد المسيح من بين النساء؟ هذا سؤال مطروح ويعني يحتاج إلى تفسير أولا. نعم. اثنين صعودها إلى السماء بالجسد والروح يعني شرف ونقاء للسيد العذراء أن يختارها السيد المسيح إلى جانبه من بين كل البشر. ثلاثة السيد العذراء تعرضت إلى مشاكل كثيرة جدا، منها التهديد بقتل السيد المسيح وهو طفل، فعندما أجاه الملاك وأنه روحوا لمصر وهربوا مش عارف، هذا اختيار لم يكن اختيار بشري، اختيار إلهي. ولماذا اختارها الله؟ ليؤكد السبب الأول من أنه اختيارها كان مقصود لنقائها وصفائها. نعم. من البداية. نعم. وآخر شيء بدي أقوله في عملية الحبل بلا جنس، هناك نقطة مهمة جدا، قضية وصفت السيد المسيح بأنها سيدة الحياة في حين أن حواء الأولى هي سيدة الموت. نعم. ولذلك يقال أنه حواء الجديدة وحواء القديمة. حواء الجديدة اللي هي سيدة العذراء سيدة النجاة والحياة.